طبعا الكويت دائما يعني تاريخيا هي قادرة على خروج من الأزمات بفضل القيادة الحكيمة والسياسة الحكيمة، والكويت دائما تكون تحل أزمات دول أخرى، فهي أقوى أنها تحل أزماتها، قادرين على أن في وقت الأزمات تجتمع الأيادي بمختلف توجهاتها بمختلف تياراتها بمختلف يعني اختلافها، لكن تجتمع على حب الكويت وعلى إنقاذ أي مشكلة تحصل. مثل ما دارها أيام الغزو يقدر يديرها الحين الكويتي بكل مكان تلقاه وقادر على كل شيء. أشوف كل شيء ترتيب ومنظم وأموره تمام، وإن شاء الله قادرين على تخطي هذه الأزمة الكبيرة مثل الأزمات اللي قبل. الآن الأزمات اللي تحصل حق أشقائنا في الدول العربية، أول من يبادر فيها لحل أزماتها والمبادرة فيها بقيادة سمو الأمير اللي هو أمير الإنسانية هي الكويت، فما بالك داخليا. أنا أعتقد الله سبحانه وتعالى حبانا بعمل خيري وحب لهذا البلد وحماها في ظل المنطقة، يعني أنت تشوف المنطقة شلون حوالينا الآن يعني تثور وتحوم بكثير من المشاكل.